سمسمة يا سمسمة. بالراحة بالراحة بالراحة. طب تفضلي متفهمة كده كتير. ياما عاوزة ايه بقى؟ الله، مش انت اللي حكمتي رأيك نيجي نقعد هنا ونسيب الكافيتيريا؟ هتسيبيني اكلم في روحي بقى ولا ايه؟ طيب لو عايزة تروحي روحي انت. خلاص يا اختي انا غلطانة انك عايزة اطلعك من انت فيه. يا سامية ممكن بقى بليز ما تقفشيش عليا انت كمان وتحسيني اني وحشة؟ انا مش ناقصة والله العظيم. والله العظيم انا عارفة ان انت مش ناقصة، بس انت لحد امتى تفضلي مستخبية؟ عاوزين اعمل ايه يعني؟ تقفي على رجلك وتفردي ظهرك كده وتعملي زي ما عملتي في المشهد من يومين. كنت متجرحة ومتشرحة بس كنت حقيقية. عملتي حتة مشهد ثبتينا كلنا يا بنت الايه. احنا بنعمل ايه هنا اصلا؟ بنمثل ياسمين. اوحش لحظة بتمر عليا في اليوم كله بسيب الكراسي الفاضية دي واروح لزحمة المترو وقرفه ودوشته، للناس اللي بتتخانق على النفس زي ما بتتخانق على الكراسي كده، اللي قبل ما ببلعها ببلع لساني بدل ما اقول كلمه تزعل حامد تقومه عليا. ولما يوحشني الرغي برجع المترو تاني ارغي في اي كلام ملوش لازمه. انا نفسي كلي ماليش لازمه، كومبارس في مشهد لواحده بتكلم حبيبها في التليفون، واحده عايزه تجيب جهاز لبنتها، واحده بتدور على بنتها التايهه. وهنا بقى هنا حتى الكراسي الفاضيه دي يا ياسمين بتسمعنا وبتشوفنا. بنداري حقيقتنا كده في شويه مشاهد بنمثلها، نضحك على نفسنا بس برضك بنتسمع وبنتشاف. احنا بنمثل ما بنبينش حقيقتنا بس برضك بنتسمع يا ياسمين. بس انت بقى بت غيرتي اللعبه دي كلها. احنا بنخاف نوري روحنا للناس، بس انت بقى يوم المشهد اللي انت عملتيه ده انت عريتي نفسك، عملتي اللي مروان كان دايما يزن علينا نعمله، عريتي نفسك ووريتيني حقيقتك. انت عارفه يا بنتي ياسمين الواد منير مشي وساب المشهد ليه؟ عشان مش قادر يسامحني. لا، عشان ما استحملش يشوفك قويه. هو نفسه ما يقدرش يعري نفسه قدامنا كده. بس انا اذيت شريف واذيت منير. اذيتي الفنان شريف منير؟ يعني هما الاتنين اصلا دول جوز جزم هما جوز ملايكه؟ والله العظيم كلنا بنغلط. انت عارفه احنا ما بنغلطش هنا عشان احنا بنعمل بروفه مره واتنين وتلاته وبنبقى حافظين، بس في الحياه دي مين هيعمل بروفه؟ ما اكيد كلنا هنغلط، وبندعي ربنا يا رب يا رب ما تفضحناش يا رب واستر علينا. طب تفتكري هو ليه مش عارف الكلام ده زيك؟ طيب والله العظيم عارف وبيكابر، وهتلاقيه يومين وجاي يصالح. بحر مسا عليكم. طب انا اقعد عليكم الدنيا بره؟ تعالى. غلبتش معاها والله غلبت. لسه فكتش التخشيبه اللي في وشها. دي شيخ بقى، بلاش بقى، بلا سيره رجاله بلا قرب، ده انتوا نكاديين وحاجه تقرف. الله، ولا مال انا يا ساميه؟ ما انت راجل. ما تهدي وانتوا يعني اساطيره السعاده يعني، ما تهدي يا ساميه. بس طب انت بس قولي لي، انت سيبك من ساميه دلوقتي، نعمل ايه طيب عشان تبقي مبسوطه كده وفي قمه السعاده؟